الحجة الكونية حجة منطقية بتستخدم نمط منطقي عام بيعتمد على بعض الوقائع والحقائق المحددة عن الكون لإثبات وجود كائن فريد من نوعه بيشار إليه بشكل عام بالله. من ضمن الحقائق الأولية المحددة إن الأحداث والكائنات المعينة في الكون مشروطة أو طارئة الوجود، وإن كان الكون كمجموع الكائنات والأحداث الطارئة مشروط أو طارئ الوجود أيضا، أي إن من الممكن إن الكون كان على صورة أخرى أو ما كانش له وجود بالمرة، أو إن الكون بدأ في الوجود، أو إن المتسلسلات المشروطة المتتابعة قد يكون لها تفسير. من الحقائق دي الفلاسفة بيستدلوا بالاستنباط والاستقراء وأحيانا بالاستدلال بأفضل تفسير، لأن سبب أول كائن ضروري الوجود، محرك غير متحرك، إله شخصي، الله موجود، سبب وحافظ على وجود الكون. الحجة الكونية جزء من اللاهوت الطبيعي الكلاسيكي اللي بيهدف لتقديم أدلة لدعم ادعاء وجود الله. من ناحية الحجة بتظهر من فضول الإنسان الطبيعي للإجابة على سؤال ليه فيه شيء بدل من لا شيء، أو حتى بدل من شيء آخر، الأمر اللي بيدعو للبحث عن أفضل وأكمل تفسير لوجود الكائنات المشروطة. ومن ناحية أخرى الحجة بتطرح أسئلة فلسفية جوهرية مهمة عن مشروط الوجود، دائم الوجود، السببية، علاقة الجزء بالكل، اللانهاية، المجموعات، طبيعة الوقت، وطبيعة وأصل الوجود. ودلوقتي بص للجهاز اللي بتسمعني عليه، فكر للحظات، إيه السبب في وجود الجهاز ده؟ هل فعلا كل شيء بدأ في الوجود له مسبب؟ وهل الفكرة دي بتنطبق على الكون نفسه؟ هل الكون بدأ في الوجود؟ هل من الممكن وجود متسلسلة لا نهائية حقيقية؟ ولا الفكرة مجرد رمز في معادلة رياضية؟ هل من الممكن وجود شيء من لا شيء؟ وليه فيه شيء بدل من لا شيء؟ ولو فعلا الله هو المسبب الأول، إيه يا ترى السر أو السبب وراء خلقه؟ ولو كان الله مسبب بلا سبب، مش من الأفضل إننا نقول إن الكون بلا مسبب؟ فكر تاني.